ثم ذكر تعالى أصحاب الجنة وذكر أن أصحاب الجنة يتنعمون في الجنة. قال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، لما ذكر أنه لا يكون الظلم يوم القيامة، لا يحصل الظلم يوم القيامة، فذكر التفصيل أن المؤمنين الذين آمنوا بالله تعالى الله سبحانه وتعالى يكرمهم بالدخول في الجنة وينعم عليهم ويعطيهم نعما كثيرة، وهكذا الله سبحانه وتعالى هو ينصف معهم ويعدل معهم، والله سبحانه وتعالى لا يظلمهم. وهكذا ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى يدخل الكفار في نار جهنم ويقول اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، وهذا إذن العذاب موافق لعملهم. قال تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، إن أصحاب الجنة اليوم، أصحاب الجنة الذين يلازمون الجنة، الذين إذا دخلوا الجنة لا يخرجون. أصحاب يدل على اللزوم، لأن الصاحب يلازم صاحبه، يلازم صاحبه. أصحاب الجنة إشارة إلى أن أهل الجنة إذا دخلوا مرة واحدة في الجنة لا يخرجون من الجنة ولا يموتون فيها ولا يريدون أن يتحولوا من الجنة إلى موضع آخر. إن أصحاب الجنة اليوم يوم القيامة، بعدما تم الحساب، بعدما تم الحساب وبدأ الجزاء في هذا اليوم، هم في شغل فاكهون، هم في شغل. ما هو شغل أهل الجنة؟ الشغل هو الشان الذي يشغل الإنسان عن شيء، إذا اشتغل بشيء فهذا الشيء يشغله عن شيء آخر. مثلا الآن أنتم مشغولون بالدراسة، فهذا الشغل بالدراسة شغلكم عن أكل الفطور، لا تأكلون الفطور الآن، هذا شغلكم عن أكل الفطور لأنكم مشغولون بهذا، تهتمون بهذا. فهكذا أهل الجنة مشغولون في شيء، ولأجل ذلك هم يتركون بعض الأشياء، يهملون بعض الأشياء بسبب الشغل بالأشياء. فما هو المراد من ذلك؟ فقال يعني أهل الجنة هم مشغولون، يقول ابن عباس رضي الله عنه، مشغولون بافتضاض العذارة، بافتضاض العذارة، يعني هم مشغولون بإزالة بكارة الفتاة الباكرات الطاهرات، يعني مشغولون بالجماع، وكلما جامعوا الزوجات عدنا أبكارا كما جاء في الحديث. أهل الجنة كلما جامعوا نساءهم عدنا أبكارا، كل مرة يذهب الزوج إلى الزوجة يجد أنها باكرة. فأهل الجنة مشغولون في إزالة بكارة النساء، مشغولون بهذا الأمر، مشغولون. فهذا الشيء يشغلهم عن بقية النعم، عن الأكل والشرب وبقية النعم. أو قيل أصحاب الجنة هم مشغولون بما هم فيه من النعم من اللذات في الدنيا، جميع اللذات في الدنيا يجعلهم يشتغلون عن أهل النار وإن كانوا من أقربائهم، ويشتغلون عن مصير أهل النار، يعني لا يلتفتون إلى أهل النار، لا يريدون أن يطلعوا على أحوالهم، لا يريدون أن يطلعوا على أحوالهم وإن كان أهل النار من أقربائهم، وإن كان أهل النار من أقاربهم فهم لا يلتفتون إليهم، لأنهم مشغولون بنعم الجنة. وقيل أنهم مشغولون بالسماع، يسمعون الأغاني، الغناء، وهذا للذي لم يسمع الغناء في الدنيا، أو سمع ولكنه تاب قبل الموت، فيسمع الغناء في الجنة، يسمع الغناء من الحور فيسمعون الغناء، مشغولون بسماع الغناء، أو مشغولون بزيارة الأصدقاء والأهل، أو مشغولون بضيافة الله تعالى، فمشغولون بأمور كثيرة، وهذا الشغل يشغلهم عن أشياء أخرى، عن الالتفات إلى أهل النار. وجاء في الحديث أن المؤمن عندما يلتقي أهله في الجنة فيعانق الحور 70 سنة، يعانق الحور 70 سنة ولا يملها ولا تمله، 70 سنة يعانقان وهو لا يملها وهي لا تمله، فهذا الشيء يشغلهم عن أشياء أخرى، 70 سنة هو لا يشتغل إلا بمعانقة الزوجة، فهذا شغل أهل الجنة. قال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون من فكوها، يقال فكوها فلان بمعنى طاب عيشه وزاد سروره. والمفسرون يفسرون كلمة فاكهين بكثير من التفاسير، بعضهم يقولون منعمون، بعضهم يقولون مسرورون، ناعمون،
ناعمون، مسرورون، فرحون، متفكهون، متلذذون، كل هذه معنى فاكهون. والمقصود من هذا أنهم فرحون، ضاحكون، يتلذذون، يتنعمون، وهم في كل فرح. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ثم ذكر تعالى أن أهل الجنة وأزواجهم في ظلال، في ظلال، لأن الجنة كلها ظلال، لأن الشمس لا توجد في الجنة، الشمس لا توجد في الجنة، الجنة كلها ظلال وكلها أشجار، وتحت الأشجار تكون ظلال، الجنة كلها ظلال وارفة، فأهل الجنة تحت ظلال على الأرائك، جالسون على السرر، على السرر التي هي مزينة بالثياب المزينة، مزينة عليها حجال، مزينة بالثياب المنقوشة، الثياب التي يكون عليها نقش من الزينة، فيكون على الأرائك هذه الثياب، فعلى الأرائك، وهم متكئون مستندون على الأرائك، جالسون معتمدين على الأرائك، يتكئون على الأرائك. فأهل الجنة مع أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. الإنسان لو يتصور في الدنيا، يعني طلعت الشمس والإنسان في بيته أشجار كثيرة، وهذه الأشجار تغطيه وحتى لا تصيبه الشمس، وتأتي الهواء البارد وهو جالس مع زوجته، فكم يعني يعجبه هذا المنظر، وكم تعجبه هذه الحالة. فالله سبحانه وتعالى يذكر لأهل الجنة أنهم إذا دخلوا الجنة فيكون لهم مثل هذا المنظر، فتكون لهم هذه الحالة، فهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. متكئون يدل على أنه ليس عندهم أي حزن. الإنسان إذا كان عنده فكر أو غم أو حزن هو لا يتكئ، يجعل الوسادة في جانب اليسار، الوسادة في جانب اليسار، لأنه عنده هم يريد أن يدرس، لا يتكئ، مفهوم؟ فهكذا أهل الجنة ليس عندهم أي فكر، ليس عندهم أي فكر، واحد يدخل تأخيرا في الصف، ليس عندهم هذه المشكلة، مفهوم؟ فليجد ذلك متكئين، ليس عندهم أي حزن. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، ففرحون مسرورون بدون أي حزن وغم، يتكئون على الأرائك ويدردشون ويتبادلون أطراف الحديث مع أزواجهم، مع زوجاتهم. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. لهم في الجنة فاكهة، أنواع من الفواكه، أو لهم فيها كل شيء للتفكه، لهم فيها كل شيء للتفكه، لأن أهل الجنة لا يأكلون لسد الجوع، أهل الجنة لا يجوعون، أهل الجنة لا يجوعون. لماذا؟ لأن الجوع علامة الضعف، وأهل الجنة بريئون من الضعف، الله سبحانه وتعالى لا يجعل فيهم ضعف، أهل الجنة ليس فيهم ضعف، فلا يجوعون ولكن يأكلون للتلذذ، كما أننا بعدما أكلنا الطعام بعض الأحيان نطلب الثلج، آيس كريم ثلج، بعض الأحيان نطلب الفواكه، مع أن الأفضل أن يأكل الإنسان الفواكه قبل الطعام، ولكن الناس، كثير من الناس يأكلون الفواكه بعد الطعام، والأنفع أن يؤكل قبل الطعام، الذي يأكل بعد الطعام هذا مضر، الفواكه تؤكل قبل الطعام. وهكذا ثبت في السنة أيضا، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيت الصحابي جاء بالتمر، الرسول صلى الله عليه وسلم أكل التمر وهو جهز الطعام وجاء بالطعام، هذا يدل على أن الفواكه تقدم على الطعام، وهذا ينفع في الانهضام. أما إذا أكل الإنسان الفواكه بعد الطعام فهذا يضر في الانهضام ويضر المعدة، وهكذا شرب الماء بعده أيضا يضر. على كل، فأهل الجنة يأكلون كل شيء للتفكه، يعني للتلذذ، ليس عندهم جوع، كل ما يأكلونه من الطعام والشراب واللحم والفواكه وغير ذلك، كل هذا للتلذذ. لهم فيها فاكهة، لهم فيها أنواع من الفواكه، أو كل ما يأكلونه فيها لذة، ولهم ما يدعون، ولهم ما يتمنونه، ولهم ما يطلبونه، وما يسألونه، وما يشتهونه. يدعون في هذه المعاني كلها، يتمنون، يطلبون، يسألون، يشتهون، كل ما يسألونه يجدونه، كل ما يتمنونه يجدونه، كل ما يشتهونه يجدونه. ولكن أهل الجنة لا يشتهون ولا يطلبون ولا يتمنون ولا يسألون إلا ما هو جميل طلبه، إلا ما هو حسن طلبه وسؤاله. الله سبحانه يطبعهم على الحسن وعلى الجمال، الله سبحانه يطبعهم حتى في طباعتهم أنهم لا يطلبون شيئا كريها،
بعض الناس يعني يسألون أسئلة، يقولون هل يستطيع الإنسان أن يجامع الزوجة من الخلف في الجنة؟ لأن الإنسان في القرآن لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، ليس معناه أنه يعني يفعل الشيء الكريه. إذن أهل الجنة لا يطلبون شيئا كريها، أهل الجنة لا يطلبون شيئا كريما. بعضهم يقولون هل نجد في الجنة النسوار؟ هل نجد في الجنة نسوار؟ نسوار شيء كريه، لا يجدون، لا يطلبونه في الجنة أصلا، لا يطلبونه في الجنة، مفهوم؟ ترى لا يطلبونه في الجنة، في الجنة شرابا طهورا، الذي يشرب شرابا طهورا لا يريد ترى، مفهوم؟ لا يريد النسوار، لا يريد ترى، لا يريد بان، يقولون هذا من أهل كراشي لا يردوا على بان، لا يطلبون بان أيضا، مفهوم؟ يشربون شرابا طهورا، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، فيدعون لما أن الله يطبعهم على يعني على صفة الحسن والجمال، فلا يطلبون إلا ما هو حسن سؤاله وما هو جميل سؤاله، فلا يطلبون مثل هذه الأشياء الكريهة، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم، أو لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. بعض القراء يقفون على سلام ولا يقفون على يدعون، ويقولون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام، يعني لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون مسلم خالص لهم، مسلم خالص لهم، سلام بمعنى مسلم خالص لهم، فلأجل ذلك لا يقفون على ما يدعون. وبعضهم يقفون على يدعون ويقولون سلام، هذا لا يتعلق بالسابق، مفهوم؟ فسلام قولا من رب الرحيم، إذا نقف على يدعون فنقول سلام يتعلق بما بعده، سلام قولا من رب الرحيم، وأهل الجنة يكون لهم سلام من الله تعالى. جاء في الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم استطع عليهم نور، بين أهل الجنة في نعيمهم يعني مشغولون في النعم، استطع عليهم نور يظهر لهم نور، فإذا الرب تبارك وتعالى قد أطلع عليهم من فوقهم، إذا الرب تبارك وتعالى قد أطلع عليهم من فوقهم، الله يظهر لهم من فوقهم، الله يظهر لهم من فوقهم، ويقول الله سبحانه وتعالى سلام قولا من رب الرحيم، سلام عليكم يا أهل الجنة، الله سبحانه وتعالى يقول سلام عليكم يا أهل الجنة، فذلك قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، فينظر إليهم وينظرون إليه، فينظر إليهم، الله ينظر إلى أهل الجنة وينظرون إليه، وينظرون إليه ويشتغلون عن كل نعيمهم بسبب النظر إلى الله تعالى، حتى يحتجب عنهم، فإذا احتجب عنهم يبقى نوره وبركاته عليهم في ديارهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث أن أهل الجنة مشغولون في نعمهم إذ سطع عليهم نور، يظهر لهم نور، فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف، أو في رواية قد أطلع عليهم من فوقهم، قد أطلع عليهم من فوقهم، فينظر إليهم ويقول السلام عليكم يا أهل الجنة، سلام عليكم يا أهل الجنة، فذلك قوله تعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فذلك قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، فينظر إليهم وينظرون إليه، ينظر إليهم وينظرون إليه حتى يحتجب الله تعالى عنهم ويبقى نور الله وبركاته عليهم في ديارهم. فهذا معنى قوله سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، فيحصل لهم سلام من الله تعالى، الله سبحانه وتعالى يقول لهم سلام عليكم يا أهل الجنة، وهذا قول من الله تعالى الذي هو رب ورحيم، رب رحيم. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان.